لقد كان حقيقة في البداية، وكان حقيقة في الأيام المقبلة، وهو حقيقة الآن أيضا، حيث يقول سات غورو نانك بأنه سيكون حقيقة بالطبع في المستقبل أيضا. بينما تعتبر هذه الكلمات الخالدة من غرباني بأنها تنشر السحر في كل مكان، وهنا في هذه الصحراء الباردة الواسعة وعلى بعد أكثر من آلاف الأقدام من البحر، وفي وسط المناظر الطبيعية الصلبة وفي دفء المعبد، فإن جوهر وجودها أصبح واضحا وشفافا. إن هذا المعبد الصغير المعروف بمعبد شري باتر صاحب جي يقع على طريق سرينغر وليه، وذلك قبل 25 كيلومترا من ليه، وقد لا يوازي في الجلالة والعظمة المعابد الأخرى المعروفة، ولكن فإن غورو نانك ديو لم يعيش ويتأمل هنا فقط، بل حارب العفريت أيضا. وصل غورو نانك إلى لداخ عبر التبت، وذلك عن طريق سكيم ويارخن عام 1517 ميلادية، وقد بدأ عملية الكريتن مع متبعيه بالا وماردانا، وكان ينظر إليه الناس بكون قديس، أي غورو نانك ديوجي الذي يلبس الملابس المحلية دائما، فالتمس منه الناس قائلين بأنه يوجد في الجبل عفريت يزعجهم كل يوم ويقوم بأكل واحد منهم يوميا، فأكد لهم غورو نانك بأن هذا العفريت وعماله الشرسة هو سبب مجيئه إلى هنا. وعندما رأى العفريت خضوع غورو نانك وتأمله، قرر أن يقضي على حياته، فحمل صخرة كبيرة ورماها عليه، وعندما لمست الحجرة جسده تحولت إلى شمعة وتركت أثرها على ظهره، وبذلك يطلق على المكان بغورو باتر بيت صاحب. وقد أعطاه أهالي المنطقة أسماء عديدة، ومنها غورو لاما ونانك لاما وغورو ريمبوشا، وذلك خلال إقامته، وحتى اليوم فهم يعتبرون واحدا منهم. وكل من يسافر على هذا الطريق يقف لمحة عند معبد باتر صاحب، وفي نفس الورع والخشوع لتقديم الاحترام له والرغبة الأكيدة في معرفة طرافة المكان الذي يجذب الحجاج إليه، وتمتع الجائعون بأشهى الأطعمة التي توفرها مطابخ الطائفة هناك في أي وقت من اليوم. وشكرا للجيش الهندي الذي نظم معبد باتر صاحب، وبذلك فإن من يقدم هنا بحثا عن الإله غورو راما فإنه يعود وقد ظفر بي، وهكذا مرارا وتكرارا. قبل دهر أو في الأساطير أو في الحقيقة، يقال بأن راجا جامبو خرج للصيد ذات حين، وعندما كان في أرجاء الغابة شاهد نمرا وشاة يشربان الماء من إحدى الجداول جنبا إلى جنب، وبعدها قرر وبسرعة ضرورة بناء مدينة على هذه الأراضي المقدسة، والتي ظهرت بشكل مدينة جامبو وكشمير.
وقد تكون هذه الأساطير أو القصة حقيقية، ولذلك فإنه في الوقت الحاضر عندما يعتبر التسامح الديني ضرورة اليوم في هذه المدينة، نرى أن المسجد الجامع والمعابد يتواجدان جنبا إلى جنب، وتعرف مدينة جامو بكونها مدينة المعابد، ولكنها موطنا للمزار الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 100 سنين، والذي يعرف بزيارة أو دارغاه أيضا. وفي أي وقت وخاصة يوم الخميس، فإن الهندوس والسيخ وعددا هائلا من المسلمين يقدمون إلى هذا المزار، ويعتقدون اعتقادا صريحا بأن هذا المزار يحافظ على سلامة مدن من جميع أنواع المصائب، ويرحب بالجميع هنا. وهم متساوون أيضا، ويقوم الجميع بالعبادة بطريقته، ولكن ليس وللمحة يكون تواجد أي أحد بمثابة تهديد أو غضب لأي آخر. كما أن الزيارات الموجودة في جامو وكشمير هي عبارة عن مثال واضح للحركة التوفيقية للديانات والثقافة. إن الأحمر والأخضر هما لونان متميزان ويمثلان معتقدتين مختلفتين، هما الهندوسية والإسلام، ولكن في هذه الزيارات الموجودة في جامو يتجمع هذين اللونين مع بعضهما البعض، وذلك ليس للحدة والقسوة ولكن في انسجام أصلي. وفي نهاية القرن 18 الميلادي ظهر ولد شاب من بين حقول الأرز في كيرلا، الذي كان يتعمق في دراسة الويد دون غيره من الأولاد الذين كانوا في أعماره وفي بداية العمر، حيث لم يبلغ 12 عطف على نفس صفة ذاتية مشتملة على تعليم أدوايت وعدم الازدواجية، وبالأحدية المطلقة والحقيقة البسيطة الواحدة والصدق الواحد والإله الواحد الذي هو آدي شنكراتشاريا الآن، وبتمتعي بتجربة كاملة للتراث الروحي عبر دراسة عميقة للكتب التي عملت على حصول تجارب التراث وما قام به من زيارة جسدية للمناطق العظيمة للتعليم والزيارات المقدسة بعبور البلاد مشيا على الأقدام، حيث أن الرحلة بدأت نحو الشمال وذلك على سلسلة جبال هملايا الذي يعتبر موطنا للإله،
ويقال بأن آدي شنكرشاريا قد قام بزيارة كشمير عدة مرات، حيث قام بزيارة معبد شيوا في أول زيارة له، والذي يقال بأنها قديمة يعود تاريخها إلى عهده أيضا. وبينما لا يستطيع أحد تعيين أي تاريخ صحيح للهيكل الأصلي، والذي يقال بأنه بني عام 220 قبل الميلاد بعدد من التعديلات والإضافة التي طرأت عليه في الأيام الأخيرة، وإنما يعتبر فريدا عن المعبد هو هيكله، والذي عندما نشاهد من بعد فإنه يظهر وكأنه شيولينك هائل يصل إلى السماء ويلمس السحب. وبداخله يوجد شيولينك أيضا، والذي تلمس أشعة الشمس الأولى عند شروقها كل صباح. هنا وبداخل الأسوار الجميلة والرائعة عاش آدي شنكرشاريا واستغرق في التفكير للوصول إلى الانسجام الحقيقي بكل ما هو حوله. إن هذا الكهف الصغير الذي يقع أسفل المعبد هو مسكنه المتواضع، وبذلك فهو عبارة عن مساعدة متواضعة ومصدرا قويا للمعبد بأن يعرف باسمه دائما، وبذلك ربما كان هنا لأنه حصل على خبرة كاملة لعمق المانية في الداخل والخارج. في أيام الكفاح هذه، وذلك عندما يتم إيضاح الاختلافات بين الناس وأفكارهم ومعتقداتهم في ضوء التعارك الحضاري، فإنه من الصعب الاعتقاد بأنه قبل أيام ماضية قد عاش رجل يعتقد العديد بأنه إله، والذي كان لديه كفاءة وجدارة لملء الفجوة بين الاختلافات في جميع المعتقدات، نندريشي أو الشيخ نور الدين سهجا نندريشي شيخ العلم، فله أسماء عديدة ومتبعين كثيرون، والذي ولد في كشمير عام 1375 ميلادية. فقد اغتسل أول مرة في هذا الربيع، وإن هذا الكوخ هو المكان الذي تأمل فيه لأكثر من 12 سنة، وقد ظهر وهو منغمس في الألوهية، ولكنه ظل ابن الأرض الذي يتحدث مع الناس بلغتهم ويستخدم الاستعارة التي تبرز شخصيته، وقال اجعل شفرة المحراث تكون موضع استحمامك واستخدمه بطريقة جيدة، واجعل الفدان شعورك، ولا تقلق عن أقربائك وعشيرتك،
حيث أن الحفاظ على السلام في الأرض هو مساو لقراءة القرآن فاقرأوا بطريقة جيدة. ولأجل ذلك فإن النندريشي كان قديس الشعب ورمزا للاعتقادات الإسلامية الجديدة والتي بدأت تعمق جذورها، وللأرض التي تعمق فيها الجذور والتي حملت معها خلال القرون الحكمة والروحية مع المعتقدات الهندوسية المتواجدة. وقد وصف نفسه كمثال حي وذلك لمتبعيه للاتباع، مؤكدا عدم وجود أي تشابك أو ارتطام بينهما، وكذلك متابعة طريقة الحياة الكشميرية. وقال: عندما تعرف الحقيقة فبعدها تستطيع أن تحبط الأحاسيس الخمسة، وإلا فإنك ستستمر في خضوع جسدك خمس مرات والتي نطلق عليه الصلاة. ولكن عندما تستطيع أن توحد الخدمة والفجوة في داخلك فإنك ستؤدي الحق والصلاة الداخلية. وكمثل القديسيون لحركة بهكتي والصوفية الذين كانوا يلقون تعاليم الوحدة مع الإله والانسجام والمساواة عبر الهند في ذلك الوقت، فإن نندريشي قد لخص روح الوحدة كما حث ضد التعصب والتنافر باسم الدين. وقد قضى حياته الأخيرة في روبوان التي تعتبر منطقة جميلة على أعلى التل، وذلك حتى أن وضع جسده للراحة في مزار شرر شريف. كما كان في حياته ظل بعد مماته قديسا للناس أيضا، وبغض النظر عن أديانهم، حيث أن الهندوس والمسلمين وجماعة السخ يدعونه وكأنه خاص بهم. وكما قام بإلقاء التعليم مشيرا إلى أن الحب هو الوسيلة الوحيدة التي تصل بهم إلى الإله. تعتبر قريتا سيداولي وقرية شامليال قريتان مزدوجتان، حيث تشترك فيهما الأشجار والطيور وكذلك القديس دليب سينغ مانهاس. وكان لدى دليب سينغ جي عدد كبير من المتبعين في المنطقة من الهندوس والمسلمين وجماعة السخ. وتقول الأسطورة أيضا بأنه في ذات يوم اعتدى على دليب سينغ جي بعض الناس، وقاموا بقطع رأسه ودفن رأسه في قرية شامليال وبقية جسده في قرية سيدانوالي. وتوجد في هاتين القريتين المزدوجتين مزارين توأمين أيضا، ويحب أهل القريتين هذا القديس. وبعد أيام قليلة ازدادت أهمية قرية شامليال بعد أن ذكر بابا جي لأحد مريديه في حلم شاهدة بأن رجاجة الأرض ومشروب الماء يمكن أن يعالج الجميع وخاصة الأمراض الجلدية. وبعد ذلك ذاع صيت هذه القرية، فأصبح الناس يتوافدون إلي في جم غفير بحثا عن الشفاء. ولم يتغير شيء منذ أكثر من 300 سنة، وفي كل يوم خميس ثاني من شهر آت شاد يقوم أهل القريتين بالاحتفال معا بمناسبة ذكرى القديس. ولكنه عندما حدث التقسيم وفصل القريتين خط الحدود أصبحت قرية سيدانوالي في باكستان، وقرية شامليال بقيت جزءا من الهند.
ويشعر متبعي بابا دليب سينغ جي بأنه قد تم قطع رأس البابا من جسده مرة أخرى، وأصبحت الأشياء سيئة عبر مرور الأيام. أبي تو بالكل أسيد بہت دور ہو گئے ہیں اتنے کے بھی ایسے بھی زیادہ. واجتاحت أصوات البنادق والمدرعات على أصوات الطبلة الرائعة، فمن أين ستأتي الأزهار واللحاف للإجلال في غضون الطلقات النارية بدون تمييز والتي تجرح المدار وروح بابا شامليال؟ ان کی جو فائرنگ ہے پاکستان کی بہت زبردست آتی تھی، جب ہم کھیتی کرتے تھے تو وہ ہمارے اوپر گولیوں کی بچھور کر دیتے تھے. ولكن في هذا العام وبعد فترة طويلة فإن مبادرة السلام الهندية جلبت ثمارها، وبعد إقناع طويل قبلت الفرق العسكرية الباكستانية مبادرة قوات الحدود الهندية بالمشاركة في الحفلة التي أقيمت في 24 من يونيو أي يوم الخميس الثاني من شهر أشهاد، ومرة أخرى سكتت النيران وارتفعت أصوات الطبلة. وقدمت مجموعة قوات الحرس الباكستانية وأعضاء أسرتهم والممثلين المحليين من قرية سيدانوالي بلحاف وأزهار لتقديم الإجلال لبابا شامليال، وتم إرسال ناقلة من رجاجة التربة ومشروب الماء كبرساد من جانب الهند. وحاولت الإنسانية المتعددة على الجانبين الحصول على نظرة الجانب الآخر في أسرع وقت ممكن، واصبح احتفال بابا شامليال حفلة عظيمة مرة أخرى، كما أن مريديه من الجانبين يسعون في نسيان الاختلافات للاحتفال معا، وذلك بالحب والسلام مرة أخرى. نادرا ما يقوم الهنود بالعبادة بسكوت أو فرادى، حيث يحبون العبادة معا ويتأكدون بأن عبادتهم تسمع أيضا. إن الصلة الحميمة للهند مع الإله يعتبر احتفالا رائعا للحياة. إن الغناء والأناشيد يعتبر جزءا ملازما وتكامليا لجميع المعتقدات الطبيعية. وحتى الأديان التي قدمت من الخارج واستطاعت أن تعمق جذورها في التربة الهندية فإنها تطورت سريعا وتبنت هذا المحيط الاجتماعي وأضفت عليها صفة اللهجة الموجودة والممارسة، وبإمكانك أن ترى ذلك في جامو وكشمير أيضا. بينما كان دوي الحياة الرهبانية في لداخ يقوم بالغناء والعزف بالصنجين. إن الزيارات والمعابد في الوادي وجامو لها رموز خاصة لشعائرها، والتي ربما تعتبر أكثر اشتراكا مع بعضها البعض من بقية أرجاء البلاد، لأن الإسلام لم يقدم هنا بالسيف ولكنه قدم بطريقة سهلة ويسر، والذي عمل على تحويل المعابد إلى خانقاه تدريجيا. إن العاقلين والفلاسفة انطلقوا بسرعة من بلاد في وسط آسيا بسبب الاضطهاد الديني، حيث وصلوا إلى كشمير بغية اللجوء هنا، وبدأوا يشعرون بالأمان في هذه الأرض وبدأوا بنشر تعاليمهم ومعتقداتهم.
وكانوا يتحدثون في الخانقاه والزيارات عن إله واحد وكلمة الصدق الواحدة وحب البشر والصدق، ولكن ذلك لم يكن شيئا جديدا على المحليين هنا، بل كان مشابها ولم يكن مختلفا، ولكن كان مماثلا للتعاليم الأساسية لمعتقداتهم المتمثلة في رهبانية الشيوزم. وبذلك اتخذ هذا الاعتقاد الجديد جذوره، حيث ظهر متبعين جدد له لاعتقاداتهم القديمة. وفي الواقع فإن العلاقة كانت عبارة عن مؤشر لحماية تلك المعتقدات، والأصل الواقع في العمق الداخلي للخانقاهات القديمة في سرينغر. ومن بين الأشياء الأخرى، فإن التغاير يصف من حس استمرار نداء الإله بصوت عالي ومع جماعة. وحتى هذه الأيام فإن درود كشمير يعتبر جزءاً متكاملاً للعبادة، حيث أن الآيات من الكتاب المقدس يتم قراءته بصوت عالٍ في مجموعة من قبل المعتقدين، والذي يعتبر فريداً من نوعه في كشمير. وبما أن هذه الجدران القديمة للخانقاة تعرض جمال وقداسة هذه الأناشيد، ويشعر جميع المجارون بالسلام ومتحدين مع الخالق. أخبرتنا الأسطورة بأن لوس ساورين شين دانغبو كان يسافر في أرجاء الداخ في مهمة صعبة جدا، وبعبوره جميع الأماكن من أثبيتي فإنه كان يبحث عن موقع مثالي لبناء معبد للثناء على الضوء الذي يستطيع الإنسان بناءه، والمعبد الذي يكون فريدا من نوعه. ولكن كل ما كان قد رآه مناطق برية وتلال صلبة عارية وأودية وظلام، وقد شاهد غروب الشمس لعدة مرات وظهور القمر أيضا، إلا أن الموقع المناسب كان يفوته. وبعد تشوش بسيط جلس في تأمل عميق، وقام باختيار موقع وزرع عصا خشبية هنا، وأخذ القسم على العودة هناك، وذلك إذا تفرع العصا وأصبح خصبا وتفتحت الأوراق فإنه سيقوم ببناء المعبد هناك، أي في ألشي. وقد تعمق جذور العصا وأصبح شجرة مورقة، ولا زال مقدسا حتى الآن. واستجابة لوعده بدأ زانغبو تشييد المعبد، وتم دعوة أصحاب الحرف اليدوية والفنانين من مختلف بقاع الهند، وقد قدموا وخاصة من المناطق الهندية الوسطى إلى هذه البرية لخلق نوعا من السحر. ففي الواقع فإن المقاطعة الدينية في ألشي تعتبر فريدة من نوعها، حيث أن رسوم الزيتية تزين جدرانها،
وعلى كل حال فإنه يعتبر فريدا وجيدا من ناحية الأسلوب والروح لما عثر عليه في كافياجانتا. إن المعبد في أليشي وروح أسلوب الرسوم البوذية التي سبقت التبت والفن الحالي الهندي آنذاك، وبعد مرور قرون عديدة وكموقع للعبادة دائما، فإن ألشي تعتبر موقعا مقدسا والذي تم الحفاظ عليه من قبل راهبي ليكير الديرة التي تجاورها. وهناك أغاني شعبية جميلة تعبر كيف وضع هذا الاسم له، حيث تقول إحدى الأساطير: وبسبب عدم وجود جسر على نهر دريا سينغا، وكانت ألشي القرية الأولى، ومن هنا كان الملوك يأخذون العمال ولا يدفعون لهم شيئا في معظم الأحيان، ولذلك فإن الشعب قد أهمل نداءهم ونحن نطلق عليهم بحال تشيني. وقد كان ذلك حقيقة عندما كانت الأيادي تطلب بناء المعابد قبل آلاف السنين، واليوم فإن وجود المعبد يؤكد بأن الناس من المناطق المجاورة والبعيدة يندفعون إليه للتخلل في جماله وجمال ألشي. وربما كانت الإلهية والتخليق الإنساني على أحسن وجه. كان يا مكان في قديم الزمان يعيش خزاف اسمه تولا في ناحية من مدينة تعرف بأكنور، وكانت قدره المعدنية والفخارية مشهورة جدا، وذلك ليس للمزيج الجيد من الطين والماء فقط، بل بسبب الأزهار التي كانت ترسم علي ابنته سهني. وقد مضى قرون عديدة على ما قام بصنعه تولا وما رسمته ابنته سهني، ولكن هنا في هذه المنطقة لا زالت أسطورته ماحية حتى الآن. كما أن أساطير الحب نحو ميرزا صاحبان وسوني ماهوال وهيرا رانجا وساسي بونو كانوا يعيشون ويقضون أوقاتهم الغرامية على ضفة نهر الشناب. إننا نؤمن بأن مياه الشناب تحمل معها جوهر الرومانية خلال تدفقها، ولكن في هذه المياه الحقيقية أيضا فإن الحب الغرامي لسوني ماهوال بلغ الذروة الفائقة. ففي اليوم التاسع من الشهر التاسع، حيث غرق الشعاع الأخير للشمس في مياه نهر الشناب، فإن سوني كانت تحمل قدرا لم يجهز تماما وهي في طريقها في موعد مع ماهوال، وبعد ذلك عثر عليهما في اليوم الثاني وهم ميتان معا. فمن كانت سوني وما هو شأنها، حيث لا زال يتذكر ويتأثر بها الشعراء والكتاب، ويعرض اسمها في الأغاني الشعبية أيضا بعد أن قضت حبها الغرامية مع ماهوال؟ إن بالكرام هو رسام لوحة الإعلانات في أكنور، ولكن عندما يجد لحظة خالية فإنه يقوم برسم صورة لسهني.
وربما فإنها هي أرضانية لها بأنها ليست فتاة أسطورية ولكنها مخلوقة الأرض، وهي نفس الأرض التي تعمقت فيها الصوفية جذورها وتفتحت أشجارها، والحب المفرط الذي أصبح مماثلا لعبادة الإله هنا على الحدود بين الهند وباكستان في قرية حميربور. لقد كان هناك معبدا مكرسا لسوني ماهيوالا هنا على النهر، إلا أنه راح أدراج الفيضانات، ولكنه يوجد في الجانب الآخر من النهر أي في باكستان شجرة وعليها صورة سهني، علما بأن هذه الخطوط قد استطاعت أن تقوم بتقسيم أراضيها وأنهارها، إلا أنها لم تستطع تقسيم أسطورتها، فإن سهني حية وكذلك مهوالا أيضا، وذلك على شطري الحدود في أغانيهم وقصائدهم وفي استعاراتهم. في عام 1835 ميلادية كتب سائح بريطاني دار باتشولي عن أسواق المهملة والخرابة والدمار هناك، وكذلك عن رسومها الجميلة والتي شبه فيها الرسام بكونه يمتلك ألوان بزوغ الفجر وقوس القزح على لوحة ألوان الرسم. ولكن لم يتغير أي شيء هناك، حيث أن الأسواق لا زالت تبدو جميلة ومهملة، كما أن الدمار هو بيت المضرب، ولكنها تفرز نسمة من الطاقة والازدهار التي كانت تتمتع بها العصور الماضية العتيقة، ولكن الرسوم لا زالت تفتن. إنه حوالي عام 1640 خلال عهد راجا سانغرام بال ملك باتشولي، والذي كان محبوبا لدى محكمة الإمبراطور شاهجهان، حيث ظهرت رسومات ذات أساليب ممتازة هناك، فكانت التقنية تابعة لمدرسة المغول، إلا أن روحها كانت خاصة بها. وبعكس المصغرات المغولية، فإن هذه الرسوم تعكس جمال فنون البيئة والمناظر الطبيعية التي للسواليك وحياتها الحيوانية والنباتية، وكذلك تشتق التأثير من الإثارة الجنسية لأدب شرينغار في القصائد الهندية والسنسكريتية، كما أن ما يميزهم عن غيرهم هو استخدامهم للألوان الرئيسية، والتي تصنع من الأحجار التي يعثر عليها في الأنوار، والتي تنبع من الأزهار والأشجار والشجيرات التي تحيط الفنان. أما الميزة الفريدة الأخرى هي الصورة الجميلة لعيون، والتي هي عيون باتشولي. النشاط البدائي والشدة البدائية هي ألفاظ تستخدم من قبل عدد جينيتيل، الذي يعتبر مماثلا لترف المصغرات المغولية لوصف رسوم الباتشولي مبدئيا، وليس أقل من عام 1930 التي تم وصفها كنشاط بربري كمهد لجميع المراكز الأربعة رسوم التلال وصنع التيارات دوليا. ولكن لسوء الحظ، فإن القصة في الباتشولي كانت مختلفة تماما. أتذكر بأنه في ذلك الوقت قدم رجل من أمر السر، وقام جدي ببيع جميع ألواح رسوماتي له بمبلغ 50 روبية فقط، حيث لم نكن نعلم قيمتها. يعرف وايد رام نيواس بادا بأنه أحد أخلاف راجا وايد ملك باتشولي أو ملك الأطباء، الذي استلم هذه الرسوم كرعاية ملكية،
واليوم فإن ابنته سونو مع بعض الآخرين مثل شكيل يسعون في الحفاظ على هذا الفن في باشولي، ولذلك فإن الجيل الشاب يدرك التراث الذي ورثه. ये आर्ट जो है ये वर्ल्ड फेमस है अगर ये सिर्फ बुक्स में ही रह जाएगा अगर हम लोग नहीं करेंगे ولسوء الحظ فإن خوفها يعتبر حقيقيا لأن باشولي بدأت تتلاشى إلى غموض وأن الشدة البدائية لرسوم باشولي أصبحت تحمل بلاطا في جميع الأنحاء. لعبة بدون أي قوانين حيث لا يتم اتباع أي شيء فيها، لعبة يتحرك فيها الرجال والحيوانات مع بعضهم البعض في تزامن صحيح، لعبة بالطبع والتي تعتبر بأنها ليست للأشخاص الجبناء والأنيقين. مرحبا في لعبة البولو كما تلعب في لداخ. إن هذه اللعبة تتطلب الشجاعة والمغامرة، فهي لعبة خشنة وصعبة، فإنك قد تسقط في أي وقت، وهي مليئة بالأخطار، ولا يسمح لأحد الانتظار كما نرى في الألعاب الأخرى. وبالرغم من أن حقيقة هذه اللعبة قد ضاعت مع الغموض، حيث يعتقد عموما بأنها قدمت في الزواج مع أميرة بالتي غيال خاتون زوجة الملك جاميانغ نام غيال، والحقيقة بأن لعبة البولو منذ قرون كانت لعبة رياضية مشهورة جدا، وذلك في هذا الجبل الواعر لوادي جبال هملايا وسلسلة نطاق كاركو كرام. وفي الهند فإن لداخ في الشمال ومنيبور في الشرق هما موقعان محصنان للعبة البولو، وذلك في تجسد الإلهات المختلفة، حيث لا يوجد فيه أي دورات أنيقة أو تغير في منتصف الجبال هنا، علما بأن السير فيه نشيط وقوي، وتستمر اللعبة وتظل درجة النشاط محفوظة حتى النهاية. وبغض النظر عن الرجال والحصان، فإن الموسيقى تعتبر ضرورية في هذه اللعبة بلداخ، وذلك بالعزف على الفلوت والضرب على الطبل. وبما يزداد النشاط على الميدان فإن الضرب على الطبل والعزف على الفلوت يزداد أيضا، ويحاول الموسيقيون التأكيد بأن الكظرية تستمر في التدفق بسرعة وبشكل أسرع كذلك. ورغم أن اللعبة في ميدان القرية وفي شاهانغار، يعني بأنه يوجد هناك نوعين من الشعب الذين يمارسون اللعبة والذين يهتفون فيها، وبكونك جزءا من اللعبة في فريق القرية فإنه يعتبر نوعا من الفخر والاعتزاز حتى الآن. وعلى كل حال فإن التطور والتمدن والعولمة قد أخذت طريقها، كما أن تغير طريقة العيش والتحول إلى المدن يعني بأن المحليين لا يجدون إلا وقتا قليلا لهذه اللعبة، والتي كانت تعتبر ملك اللعبات ولعبة الملوك. كان يشارك 15 فريقا والآن يوجد فريقين. إننا نشعر باليأس لأن هذه اللعبة المشهورة بدأت في الزوال،
ولكن للرجال الذين يركبون فرسهم فإن غيرهم بإمكانهم اختيار أي لعبة للعب، حيث لا توجد أي لعبة أخرى غيرها لهم، وهي اللعبة التي يلعبونها. في الطريق العام الوطني، حيث يقود أحد سيارته من سرينغر إلى جامو، وبصورة مفاجئة تفتح الصفصافة والأشجار المشهورة الطريق لمضرب لعبة الكركت على جانبي الشارع، فنرى المضرب بجميع أحجامه والذي ينتشر على الساحة العامة مثل الفطر. ونحن الآن في منطقة هولملا، والذي نرى فيها بأن كل أسرة مرتبطة في صناعة مضرب لعبة الكركت، حيث أن شجرة الصفصافة التي تنمو حولهم تقوم بتوفير الخشب بشكل وافر. وبالطبع فإن صناعة وبيع مضرب الكركت هو عمل تجاري للجميع. هنا يقوم كل واحد بهذا العمل، حيث تعمل ما يقارب 100 إلى 150 أسرة هذا العمل. ولكن لم يكن كذلك دائما، حيث أصبحت منطقة هولملا مركزا لصناعة المضرب الهندية بشكل خاطئ. ولكن بعد التقسيم فإن صانعي بضائع الرياضة في جوال هندر أصبحوا متعرضين للمشاكل، حيث أن جميع مزوديهم قد أصبحوا على الشطر الآخر من الحدود في باكستان، فهم كانوا يحتاجون إلى أخشاب صفصاف لصناعة منتجات بسرعة، فأدى بحثهم عن ذلك بمجيئهم إلى هولملا موطن الصفصاف أو بير كما تعرف هنا. في ذلك الوقت قدم أحد أصحاب الحرف اليدوية من الألعاب الرياضية البارزة هنا، وجلب معه ماكينة المنشار والديزل، ووجد العمال هنا أيضا، ووضع حجر أساس عاز العمل هنا. وفي البداية كان يقدم بالعمال الفنانين والمهرة من هناك لصنع المضرب والمقبض وجميع الأشياء، ولكن تدريجياً بدأ يعين الأطفال المحليين من هنا وبدأ العمل هنا. وتستغرق شجرة الصفصاف قرابة 15 سنة للنمو، حيث أن أنواع الخشبية تستخدم في صناعة المضرب. كما أن فصول الأخشاب تمر بمراحل عديدة، فإن الهدف الرئيسي هو الوصول إلى أيادي معروفة في جميع أنحاء العالم، وهي تتلقى اللمسات الأخيرة بالزخرفة، وذلك عندما يتم وضع الممسك للأيادي على المضرب. ويتم بناء الممسك من الخيزران، والذي يتم جلبه من كيرلا وجزر أندمان، التي بإمكانها توفير القوة والمرونة للضارب بالمضرب على الكرة خلال لعبة الكركت، فهو بذلك منتج وطني حقيقي. يتم جلب هذا الخيزران من كيرلا لأنه فيه مرونة، وعندما يأتي كأس العالم أو بطولة عامة فإن منطقة هولملا تبتهج مرة أخرى، لأنها تعني عملا أكثر وتجارة أكثر. إنه يجعلنا مسرورين حقا، حيث تباع المضرب الذي نصنعه وتزيد مبيعاتنا. أما في أوقات الفراغ فإنهم بالطبع يستغرقون أوقاتهم في لعبة الكركت. Thank you.
إن الكتلة الزيتية الخليطة لصوف الشاه هي الباشم. إن الباشمين أو الكشمير تعتبر أمرا مهتما بها منذ القدم، فهي كانت مثيرة للحروب وكان يعتز بها كرمز وهدية بحيوية واندفاع، وتستلم بكل رحب. وحتى في الويد فإن رماية وعددا من الكتب المقدسة الهندية فإنه بالإمكان الحصول على تفاصيل عنها. ومن الناحية الجغرافية فإن قصة هذه الباشمينة قد بدأت من هذا الجبل العظيم. إن الريغ ويد يصف عن أحسن أنواع الصوف للبلاد بأنها التي توجد في جوف نهر إندس أو سندو، والمناطق التي تحيط بنهر إراوتي أو راوي كما تعرف حاليا. ويخبر أيضا بأن الخروف من منطقة غاندار المعروفة بهاوي يعتبر بأنه يوفر أحسن واجودة الصوف. إن التراث لا زال سليما بينما تأتي أجود أنواع الباشمينة من لداخ، ويتم بناء ونسج أحسن وأنعم أنواع شال في باشولي وفي المدينة القاتمة على ضفة نهر راوي بالقرب من جامو، والتي تعتبر غير معروفة للعديد من الناس. إن شال باشمينة لا يزال يتم نسجها وحبكها بطريقة قديمة هنا، وذلك منذ أن الشال التي يتم بناءها في وادي كشمير تعتبر مشهورة في جميع أنحاء العالم. ومن اليوم الأول فإن الباشمينة قد تجولت كثيرا من أيام وادي إندس. وذلك عبر طريق الحرير دوشلا المعروفة في مناطق الشرق الأوسط التي وصلت إلي الهندية، والتي يتم الإطلاق عليها بشال ولا يتم الإطلاق عليها بالشال إلا عندما تتجه غربا والمناطق الأوروبية التي تنغمس في دفء نعومتها. وبينما فإن الإغراء لا زال صعبا فإن التقنيات والتصميمات للتطوير والتغيير قد أصبحت أكثر مفصلة ومعقدة. إن تغيير التصميم يعكس حتى المستقبل السياسي اليوم، وحتى فإن نزوة الملك وهواه كما تعرض خريطة هذه الشال والتي توضح عقدة تفاصيل بحيرة دال. وكانت هذه الشال مشهورة في القرن الثامن في أوروبا، حيث بدأ المصنعين الفرنسيين والبريطانيين تقديم ماكينة تقوم بنقل الكل. وعلى كل حال فإنه في ظل التقليد الهندية فإن شال الباشمين الوحيد يعتبر عامة بأن جميع الأسرة ينمكون في مراحل عديدة لإنتاجها، والتي قد تستغرق عليها سنة في بعض الأحيان. كما أن النساء وخاصة العجوز منهن تقمن بصرح الباشم وتجهيزه للحبك والتنسيج، وبعدها يقوم الرجال بحبكها وصبغ الشال، كما أن عمليات التطريز يقوم به الرجال والنساء معا بشكل عام. وفي قصة الباشمينة، حيث تأتي الباشمينة بشكل مستمر من المرتفعات الثلجية، والتي يتم نقلها إلى شال من قبل هؤلاء المهرة، وذلك بنسج وتطريز النسيج الصوفي المزركش، التي هي عبارة عن فكرة متكررة للهند، والتي تستمر لتكون من أشهر التصميمات التي تزخرف بها الشال. وبالطبع فإن بعض الأشياء لا تتغير بتغير الوقت.
إن كشمير كانت تعتبر دائما بوتقة الهند من الناحية التاريخية والثقافية والجغرافية، وبكونها على تقاطع الطريق فهي قامت بإنشاء فسيفساء رائعة من الشبكات ذات النفوذ وحتى الذروة على سفوح جبالها. ولكن للحصول على النكهة الحقيقية لهذا المزيج المؤثر فإنه سينبغي عليك بدء رحلة بأحسن الوجبات. قم برحلة لأي ركن صغير من مدينة في سرينغر تعرف بوازابورا، أي مدينة رئيس الطهاة. إن كل ركن وشارع لوازابورا يوجد لتوفير المواطنين أحسن الوجبات التي تطبخ هناك. أو بالإمكان القول لخلق وليمة أو مأدبة مفصلة، ولوازوان فهي وجبة غير عادية بل خبرة فريدة في مجال الطبخ. ولكن فإن ذلك قد أثر على حفلات الزواج، وذلك من خلال مطبخ الهند الكبير، حيث أن ذلك يعني بأنه قد تم تأجيل عدد من حفلات الزواج لعدم وجود فرصة لأسرة وازا وعدم وجود وقت لديهم للطبخ في حفلات زواجهم. يتم استدعاء الوازوان في معظم الحفلات والمناسبات، وعندما يتم جمع جميع مقومات الفريق ويتم الاستعداد الكامل لهم لمباشرة العمل فهم يبدأون العمل تحت إشراف رئيس الطباخ من واسطة وازا. الرجاء ملاحظة كميات لحوم الغنم وقطع اللحم والشرائح والقرع وأماكن لطبخ أطعمة ووجبات تقليدية مثل ريستا وغوشتاب وروغن جوش، حيث أن جميع الطبخ يتم بوضع القدور على الأخشاب، علما بأن صيغة الطبخ تستنبط من خلال أسرار الأسرة والتي تنتقل من الأب إلى الإبن. بينما أن المطابخ المغولية والسيخ والدوغرا وحتى الفارسية في طريقة طبخها تمتاز بالتوابل بالإضافة إلى بعض القوائم الأخرى التي تأتي من نطاق ممارستها في جميع أنحاء الهند بما فيها الجنوب، والتي تعطي وازوان ميزة فريدة في النكهة. وبالنسبة للوازاس فإن طعم الحلوى تكمن في أكلها، حيث يرون ضيوفهم وهم يفتحون الشهية. وليست لمدة طويلة لأنها فترة حفلات الزواج، وعند الرجوع إلى وازابورا فإننا نرى بأنهم يستعدون للوازوان القادم. إن شبكة الممرات المعقدة في أدنى مدينة سرينغر وذلك ببعد بسيط من زاينة كادال ومعبد بوشا، حيث تتدفق نهر جهلم بدون الرقرقة والتموج. إن زوج الأيادي ينغمس في العمل بأناقة بورشة العمل والتي تعتبر أكثر إغريقية في الحقيقة. وخلال الأجيال الثمانية السابقة لأصحاب الحرف اليدوية فإن رحمان جو هو من أفضل أصحاب الحرف اليدوية، كما يجلس في ورشة العمل وهو يقوم بتشكيل وتصميم الأخشاب وتحويلها إلى
للتعبير عن نبذة سامية للموسيقى. عندما نحمل قطعة خشب من هنا فهي تكون غير منبثقة بالحياة في بداية الأمر، حيث نعطي الحياة والصوت ليتم العزف عليها. ويقوم ببناء معظم المعدات نحو الرباب والستار، إلا أنه يختص في صناعة السانتور، وهي عبارة عن آلة وترية وسليل مباشر من آلة فيدوينا، والتي تعتبر من أقدم الآلات الموسيقية التي توجد في الهند. وكما ينظر رحمان جو بحدق على تدفق نهر جهلم من نافذته، فهو يتذكر فترة ورشة عمله الصغيرة التي كانت مليئة بالنشاطات. وفي أيام السهرات الموسيقية فإن الجلسات والكلمات الصوفية كانت جزءا من الحياة اليومية. نعم، فإنه يوجد هناك انسجام، حيث يعتاد الناس للعزف والغناء، وهناك الأشخاص الكبار في السن يجلسون ويسمعون الموسيقية الصوفية. وبعد هبت الرياح الجافة التي غيرت كل شيء للأبد، حيث أن هذه التقاليد الموسيقية القديمة التي مر عليها قرون قد تجهمت وأصبحت معزولة تماما بسبب الاضطرابات. أصبحت هذه الآلات غير مستخدمة هنا، علما بأن جماعة البنديت التي كانت تمارس عزف السانتور قد تركت الوادي بسبب الإرهاب، تاركة خلفها الصمت والفراغ. وعندما غادرت جماعة البنديت هذا المكان فقد غادرت معهم ثقافتهم أيضا. وعبر مرور الوقت رجعت الأمور إلى مجراها الطبيعي، إلا أن الأذواق قد تغيرت للأبد. أما في هذه الأيام فإن الناس يرقصون على موسيقى الأفلام الحديثة والتي تجعلهم سعداء، إلا أن ذلك يعتبر أمرا يفتخر به رحمان جو، حيث أن جميع الأسس المشهورة لهذه الآلة التي تعزف السانتور قد صنعت بيده، والتي تفتن المستمعين في البيوت وعبر أرجاء العالم. عندما يقوم أحد بعزف الآلة فإنني يستطيع أن أعرف بأنني قد قمت بصنعها، وكذلك فإننا نستطيع أن نعرف عندما يتم عزف آلة أخرى صنعها شخص آخر. وبالنسبة له فإن عمله لم يكن يمثل كوسيلة لكسب الرزق فقط، بل يجب على الشعب أن يفهم بأن ذلك هو نوع من العبادة أيضا. ولذلك استمر يجلس في الركن الوحيد المصنوع من الخشب على الآلة، وهو يقدر على خلق نغمات الجنة. نعم، إنها ليه لك، المجموعة التي تطلق من الصور والأصوات والروائح، التدليك الأيرويدي من كيرلا، ألعاب الراجستانية، إن الغنيشاش، وبكل هدوء توسط بجانب القناع التبتي والنتراجا. فإن ليه تبدو وكأنها مائدة شطائرية من الثقافات والفنون والأرواح، ولكن هذا التمازج الموقع في النفس لا يعتبر شيئا الآن، وهي أصبحت بأنها غير متيسرة عبر القرون، حيث كانت ليه في مركز الشبكات المركبة للطرق التجارية.
ومن بنجاب إلى وسط آسيا فإن المسيرة تحمل التوابل والشاي وبعض الدخيل الأخرى، والتي كان يستغرق عليها شهرين للوصول مرتحلين عبر هذه الطرق الجبلية كثيرة الصخور. وقد سارت البوذية على نفس الطريق أيضا كما سار عليه الإسلام. إن الهواء النقي الذي كان يهب هنا يبدو وكأنه مناسب جدا لمزج التأثيرات التي تجعل له منزلا متوسطا بين نقطتين للعالم منذ قرون. وبالشوارع الضيقة لأسواق التقليدية نرى مقاهي الإنترنت مع الحرف التقليدية. وحتى النساء من القرى المجاورة تقمن ببيع الخضروات الطازجة والفواكه في صفوف، بينما تستمران في حبك نسيج الباشمينة بأيديهم كما اعتدنا عليها منذ دهر، بغض النظر عن الخضروات التي تعكس الذوق التقليدي. تعتبر لي بأنها متحررة من الأحقاد القومية، المكان الذي يشعر فيه جميع الناس بأنها بيوتهم وهم مرحبين فيها دوما. وربما فإنه في أي ناحية أخرى من العالم يجوز السقط بأن شخصا من جماعة السيخ يدير مخبزا ألمانيا حيث يخبزون خبزا من الأرز الذي يعتبر أمرا لا يصدق والذي يرد إليه الزبائن الإسرائيليون. وبذلك فإن لداخ بشكل عام وليه بشكل خاص استطاعت أن تقضي على جميع الاستعارات، وكعضو في جمعية مسرحيات لداخ فإن ليه تتدرب على تمثيل مسرحية لشكسبير على شانتي ستوبا في ليلة، حيث تنتهي جميع عوائق اللغة والثقافة والحضارة. وعندما تتمركز المشاعر الإنسانية في المنصة فإن النتيجة ستكون مسحرة وجيدة، مسحرة بالطبع.